بيسان اسماعيل ومحمود ماهر يشتاقون لبلدهم سوريا، فنزلوا شوية ستوريات كان ملتقين ويا ياسو اللي عندها عملة قديمة عملة سورية، كانوا يستعرضون هذه العملة ويشموها ويقولون انهم مشتاقين لسوريا، وبنفس الوقت وضحوا عمرهم الحقيقي اللي هو عام 2003 انولدوا، نفس الوقت اللي انولدت به هذه العملة السورية. عموما راح اعطيكم اللقطة تشوفوها. بيسو هاي 10 ليرات سوري، ليك كم مواليدها؟ 2003، يعني من عمرنا. عمرنا من عمره. يعني اول ما خلقنا نحن نزلت هاي الليرة. الله، 10 ليرات سوري. مع ياسمين 10 ليرات سوري. يا الله حنيت والله. شم ريحتها؟ الله، ريحة سوري. ريحة جزدان ياسمين.